منحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اجتماع مجلسها المشاركين في حملة الاستفتاء مهلة لتغيير مواقفهم المتعلقة بالتصويت على مشروع الدستور تبدأ اليوم وتنتهي يوم 13 من هذا الشهر في حدود منتصف الليل، وذلك على خلفية التعديلات التي تم إدخالها على مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء. في أول تعقيب للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول كيفية تفاعلها مع التعديلات الأخيرة المدخلة على مشروع الدستور المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 30 من جوان الماضي، أكد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في تصريح خاص للأخبار. من ناحية قانونية صرفة، ما صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية هو أمر رئاسي يتعلق بإصلاح أخطاء تسربت في مشروع الدستور. يعني من ناحية قانونية هي إصلاح لأخطاء موجودة في المشروع الذي تم نشره يوم 30 جوان، العبرة تبقى هو في ذلك المشروع بتاع 30 جوان هو الأساس. الإصلاح صحيح ينجم يكون مس يعني بعض المسائل الشكلية أو حتى بعض المسائل الأصلية. وعلى هذا الأساس مكنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المشاركين في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور من تغيير مواقفهم، وذلك بداية من اليوم وإلى غاية 13 من هذا الشهر إلى حدود منتصف الليل. الأطراف اللي صرحت بتصاريح مشاركتها في حملة الاستفتاء كلهم بدون استثناء، يعني 161 طرف، خولنا لهم إمكانية أنهم في ظرف 48 ساعة يعطيونا موقف جديد من مشروع الدستور بالإصلاحات اللي طرأت عليه مؤخرا، وينجموا يغيروا الموقف متاعهم سواء كان نعم أو لا، وحتى الناس اللي ما حددتش موقف نجم تتبنى موقف جديد على ضوء النسخة المنشورة في الرائد الرسمي الأخير. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد نشرت في الخامس من جويليا الجاري القائمة النهائية للأطراف المشاركة في حملة استفتاء 25 من جويليا، وضمت القائمة 148 مشاركا موزعين بين أشخاص طبيعيين وأحزاب وجمعيات وائتلافات حزبية وشبكات جمعياتية. تمت اليوم بمقر مؤسسة التلفزة التونسية القرعة الخاصة بالأشخاص الطبيعيين المعنيين بالتغطية في نشرة أخبار الثامنة، وقد تم السحب على 20 منهم بحضور الأستاذ عادل المنفذ من مجموع 104 أشخاص مسجلين حسب سجل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. مقاطعة الاستفتاء هو الموقف الذي أكدت عليه اليوم جبهة الخلاص الوطني والقوى السياسية المنضوية ضمنها، وترى الجبهة في مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء ضربا للحريات. خلال ندوة صحفية لجبهة الخلاص الوطني اليوم، دعا عضو الهيئة التنفيذية للجبهة جوهر بن مبارك التونسيين إلى مقاطعة الاستفتاء، مؤكدا أن القوى السياسية متمسكة بدستور 14 و2000 ولن تعترف بغيره دستورا شرعيا للشعب التونسي قبل 25 من جويليا وبعده. هذا الدستور أولا اعتدى على الذاكرة الجماعية للتونسيين والتونسيات، وحصر التاريخ كما هو الأمر بالنسبة لكل الأنظمة الاستبدادية، ونقلنا من كارتاج مباشرة إلى 25 جويلية، وطمس تاريخ البلاد وتاريخ الثورة وتاريخ دستور 2014 أول دستور ديمقراطي. وترى جبهة الخلاص أن هذا الدستور ضارب للحريات، يعتمد على مبادئ فضفاضة مثل الآداب العامة والأخلاق العامة، ويتم تأويلها من أجل خلق الحريات والتضييق عليها وقمعها. هذا الدستور الذي يريد تقييد الحريات وربط تمتع التونسيين والتونسيات بحقوقهم وحرياتهم بعبارات فضفاضة كعبارات النظام العام والآداب العامة والأخلاق العامة والصحة العامة، أرفضه أيضا لأنه يؤسس لحكم الاستبداد. دستور قيس سعيد المعروض على الاستفتاء ليس سوى استنساخا بطريقة أكثر خبثا وأكثر لؤما للأمر 117. وقال جوهر بن مبارك إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تحدد ما هي النسب التي تضفي على تصويت الشعب المشروعية السياسية الضرورية ليصبح هذا النص معبرا عن إرادة التونسيين، وخاصة أن هذا الاستفتاء وعلى حد تعبيره لا يرتب أي آثار قانونية أو سيناريوهات على إمكانية رفضه من طرف الشعب التونسي.
وفي منطقة برج لوزير من ولاية أريانا عقدت اليوم الحركة الوسطية الديمقراطية حملتها في شكل جولة بعدد من مقاهي المنطقة لحث المواطنين على التصويت بنعم على الدستور الجديد. عقدت اليوم الحركة الوسطية الديمقراطية حملتها الانتخابية داعية المواطنين إلى دعم الدستور الجديد والتصويت بنعم من أجل نظام رئاسي جديد حسب ما صرح به رئيس الحركة. يلزمنا القطع مع الفترة السابقة دي متاع العشر سنوات، يلزمنا قطعا باتا، والنظام البرلماني ما عمل لنا حتى شيء. عدد حاجات معناها باش تتغير كيما المحكمة الدستورية وريتو مجلس القضاء كيف معناها باش يتغير. وسيتم خلال هذه الحملة تقديم الدستور الجديد والإجابة عن استفسارات المواطنين بشأنه. نعم لدستور جديد فيه نظام رئاسي جديد معناها يمكن من صلاحيات مرنة أكثر لسيادة الرئيس الجمهورية، وبالطبع الجهات باش تاخذ الحظ نتاعها معناها في الدستور الجديد. وبالتوازي مع تونس العاصمة ستعقد الحركة الوسطية الديمقراطية حملاتها في مختلف جهات الجمهورية لدعوة المواطنين وحثهم على التصويت بنعم على الدستور الجديد. أكدت المنظمة الوطنية لشباب تونس خلال حملة استفتاء التصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد الذي جاء تكريسا للسيادة الوطنية والحريات. دعت المنظمة الوطنية لشباب تونس خلال اجتماع لها إلى التصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد، وذلك بناء على قطعه مع ما أسمته تضارب السلطات. الدستور جديد هو جاي باش يلغي الإخفاقات متاع الدستور 2014 في خصوص توزيع السلطات وتضاربها فيما بينها. احنا شفنا في الدستور الجديد توحيد للسلطات، بل هو سماها وظائف الدستور الجديد، يعني في إطار الحفاظ على الدولة الوطنية وضرب أي نزعة للتقسيم ولتفتيت تونس. وقد اعتبرت المنظمة المشروع الجديد تكريسا لمفهوم السيادة الوطنية. سميناه دستور السيادة الوطنية، الجانب الوطني الواضح في دستورنا الجديد، كذلك الدستور الجديد أبقى على جانب الحريات وكرسها. كما اعتبرت المنظمة الاستفتاء فرصة لتوحيد الجهود من أجل تجاوز المرحلة الصعبة التي تعيشها تونس. جمعية مليون ريفية والبدون أرض وخلال حملتها المتعلقة بالاستفتاء على مشروع الدستور الجديد دعت إلى التصويت بنعم وحثت على دعم ما اعتبرته مشروعا وطنيا يؤسس لنظام الشعب فيها هو صاحب السيادة. بهدف التعريف بمشروع الدستور الجديد نظمت جمعية مليون ريفية والبدون أرض بتوزر حملة بمدينة حامة جريد، قامت خلالها بتوزيع المطويات والتواصل مباشرة مع المواطنين الذين دعتهم إلى الانخراط فيما وصفته بالمشروع الوطني والتصويت بنعم. دعوة للاستفتاء للانخراط في هذا المشروع الوطني، ما نش دعاة بتاع كراهية ولا حقد، فقط دعاة بتاع حب، لندعو أهالينا كل في كافة الوطن الغالي هذا للذهاب يوم 25 جويلية للتصويت بنعم. كما أكد المسؤولون بالجمعية أن مشروع الدستور الجديد يؤسس لنظام يكون فيه الشعب صاحب السيادة حسب تقديرهم. عن معناها لسيادة الشعب، نعم، لأن تونس في هذا الدستور الجديد تنتمي للأمة الإسلامية حفاظا على معتقداتنا المقدسة، نعم لثروة الوطن ملك الشعب، نعم للترشح لرئاسة الجمهورية ممنوع على أصحاب الجنسيات الأجنبية. هذا ودعت جمعية مليون ريفية والبدون أرض إلى الإقبال بكثافة على التصويت بنعم من أجل الدفاع على مشروع الدستور الذي يقطع وفق تقديرها مع الماضي ويؤسس لنظام يجرم التهرب الضريبي. مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء لا يكفل علوية القانون ولا يكرس الديمقراطية، هذا ما خلصت إليه قراءة نقدية لعدد من أساتذة القانون الدستوري. في التقرير التالي نستعرض بعض هذه الآراء. مشروع دستور جديد يشبه دستور 14 و2000 في مستوى الضبابية وعدم التجانس بين فصوله وأبوابه، ولما ينزع الأقفال التي اتسم بها ذاك الدستور كما يقرأ البعض من أساتذة القانون الدستورية. نزع كل الأقفال في وجه شخص فقط وهو رئيس الجمهورية، يعني أن رئيس الجمهورية يمكن له أن يحل البرلمان، أن يعفي الحكومة، ما عادش فما الأقفال اللي كانت موجودة، لكن فما اختلال توازن بين السلطات لصالحه،
يعني من طرف نقيض انتقلنا إلى طرف نقيض آخر. شرح الأسباب وراء المشروع هذا وراء مسار التخلص من دستور 2014 هو أنه نجيب دستور أفضل. هل أنه أفضل من ناحية هذه؟ لا، الإجابة هي قطعا لا، لأنه من ناحية الصياغة متاع الفصول متاعه، من ناحية الخيارات اللي يحملها فيما يتعلق ب سواء كان نموذج المجتمع نلقاو فصول اللي هي تكرس للحقوق وللحريات. ويضيف هؤلاء الأساتذة بأن مشروع الدستور لا يكفل حلوية القانون ولا يكرس الديمقراطية، سيما بأنه لا يتيح صلاحية للمحكمة الدستورية. فيما يخص صلاحيات المحكمة ما شفناش تحديد دقيق لهذه الصلاحيات. الأمر الذي يلفت الانتباه هو أنها متكونة فقط من قضاة على أبواب التقاعد، وقع إقصاء الجامعيين، إقصاء الأطراف الأخرى، الاختصاصات الأخرى من المشاركة في المحكمة الدستورية. احنا ما عندناش محكمة دستورية قوية عندها صلاحية واسعة. صلاحية واسعة اش معناتها؟ في علاقة بدولة القانون، معناها سلطة تمكنها من فرض احترام القانون من قبل السلطة، مش من قبل المواطنين فقط، من قبل السلطة. إذا كان ما عندهاش السلطة هذه، ما عندهاش الصلاحيات اللي تسمح لها بممارسة مثل هذا الاختصاص، فإنه دولة القانون فعلا تصبح مهددة في هذا المشروع. قراءة هؤلاء الأساتذة لمشروع الدستور الجديد تتزامن مع فتور اللافت لحملة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد التي مضى على انطلاقتها أسبوع كامل. نواصل مشاهدينا من خلال فقرة من النص تقديم الباب الثالث من مشروع الدستور المعدل والمتعلق بقسم مجلس نواب الشعب. في باب الوظيفة التشريعية وتحديدا في قسم مجلس نواب الشعب ينص الفصل 67 على أن مجلس نواب الشعب يمارس الوظيفة التشريعية في حدود الاختصاصات المخولة له في هذا الدستور، ولرئيس الجمهورية وفق الفصل 68 من مشروع الدستور حق عرض مشاريع القوانين، وللنواب حق عرض مقترحات القوانين شرط أن تكون مقدمة من 10 نواب على الأقل، ويختص رئيس الجمهورية طبقا لهذا الفصل بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر. ولا تكون مقترحات القوانين ومقترحات التنقيح التي يتقدم بها النواب مقبولة إذا كان من شأنها الإخلال بالتوازنات المالية للدولة وفق الفصل 69 من مشروع الدستور. وينص الفصل 70 على أن لمجلس نواب الشعب أن يفوض لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها على مصادقة المجلس إثر انقضاء المدة المذكورة. الفصل 71 ينص على أن يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبدأ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية، على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصى 15 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المنتهية مدته أو بدعوة من رئيس الجمهورية في حالة حل مجلس النواب. وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب مع عطلته السنوية، تفتتح دورة استثنائية لمدة 15 يوما، كما يمكن أن يجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد. وينص الفصل 72 على أن مجلس نواب الشعب ينتخب من بين أعضائه لجانا قارة تعمل دون انقطاع حتى أثناء عطلة المجلس. ولرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة المجلس بعد إعلام اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع عرضها على مصادقة مجلس نواب الشعب، وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة وفق الفصل 73. وينص الفصل 74 من مشروع الدستور على أن رئيس الجمهورية يصادق على المعاهدات ويأذن بنشرها، ولا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدات التجارية والمعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة والمعاهدات المتضمنة أحكاما ذات صبغة تشريعية إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب، ولا تعد المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها
وشريطة تطبيقها من الطرف الآخر، والمعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس نواب الشعب أعلى من القوانين ودون الدستور.